السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد على قناتكم قناة بحبك يا بلادي. تحليل لفرص التأهل أمام المنتخب السوري الحبيب لدور الـ16 بكأس آسيا 2019. قبل أن أدخل في تفاصيل الخبر أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من الزرار الأحمر أسفل الفيديو كي تدعمونا وكي يصلكم كل جديد. صعب المنتخب السوري مهمته في بلوغ الدور ثمن النهائي للنسخة 17 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2019 المقامة حاليا في الإمارات العربية المتحدة، ويشغل منتخب سوريا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية، ولا يزال يحتفظ بآماله في بلوغ دور الـ16 للبطولة، وأمامه نظريا فرصتان للتأهل وإن كانتا صعبتي المنال على أرض الواقع. الفرصة الأولى أن يتأهل منتخب سوريا كوصيف لبطل المجموعة، في هذه الحالة يجب عليه الفوز على أستراليا في مباراته الأخيرة بنتيجة أفضل أو نفس نتيجة منتخب فلسطين في مباراته ضد الأردن. والفرصة الثانية التأهل كأحد أفضل 4 منتخبات تشغل المركز الثالث في مجموعاتها من أصل 6 مجموعات، وفيما يلي قواعد تصنيف أفضل المنتخبات في المركز الثالث: رقم 1 النقاط، رقم 2 فارق الأهداف، رقم 3 الأهداف المسجلة، رقم 4 النقاط التأديبية، رقم 5 سحب القرعة. ويتربع منتخب الأردن الذي ضمن تأهله إلى دور 16 قائمة المجموعة برصيد 6 نقاط، ويليه منتخب أستراليا حامل اللقب في المرتبة الثانية برصيد 3 نقاط، ومن ثم سوريا وفلسطين في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 1 نقطة لكل منهما. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.